وش المعيار الحقيقي؟ هنا ذكرنا أنه أهمية الإفصاح من المواطنين اليوم. اليوم المواطنين من خلال إفصاحهم عن دخلهم سيساعدون هذه اللجنة الوزارية على قياس حجم الفئة المتوسطة والفئة منخفضة الدخل، وبالتالي السياسة ستعلن إن شاء الله عن هذه الأرقام ومن هم ذوي الدخل المرتفع. تحدد الفئات يعني بتفصيل أكثر. صحيح. طيب الدخل كيف أحسب الدخل؟ تراها كم سؤال جاء. يعني هل يكتفي براتب الوظيفة؟ طيب اللي عنده دخله مو بثابت. السجلات التجارية كان في سؤال عنها. ورد كثير هالسؤال حقيقة. الدخل هو كل ما يدخل الشخص بشكل دوري، سواء كان الدخل منتظم أو غير منتظم. بمعنى هذا الموضوع يدخل فيه الراتب الشهري. ولما نتكلم عن الراتب الشهري نتكلم عن الراتب الإجمالي قبل خصم أي أقساط، قبل خصم التأمينات، قبل خصم أقساط البنوك، قبل خصم البدلات. نتكلم عن الراتب الإجمالي. نتكلم أيضا عن كل دخل يدخل على المواطن من استثمارات، من مؤسسات، من شركات، من محافظ أسهم. أي دخل دوري ينزل بحساب المواطن هو يعتبر دخل لابد أن يفصل. طيب أنت تقول قبل خصم، قبل حتى خصم التأمينات. نعم. طيب وش ذنبي أنا؟ التأمينات بياخذون من راتبي، والبنك اللي ماخذ قرض عقاري بياخذون 65% من راتبه، وش بقاله من الراتب؟ هنا السياسة خالد الله ما أقرت، السياسة ما قالت إلى الآن بحسب الراتب الأساسي ولا الراتب الإجمالي، احنا اليوم نتكلم عن إفصاح، أنا لما تجيني كل البيانات أنا أستطيع لاحقا في السياسة أقرر هل أنا بعتمد على الراتب الأساسي ولا الإجمالي. فالمطلوب من اليوم من المواطن أنه يفصح عن هذه المعلومات، ولكن ليس شرطا أن يتم اعتماد الراتب الإجمالي غدا في الدخل أو الأساسي، هذا قرار المفترض اللجنة. هل سينظر القروض؟ طيب اللي عنده قرض عقاري بنك العقاري، اللي عنده القرض لوزارة الإسكان مثلا ويستقطعون من راتبه، اللي عنده قرض للبنوك التجارية، هذه تحسب ولا بعد خصم هالقروض مثلا في البال؟ هناك من 17 جهة اللي احنا رابطين معها الجهات، وسيتم الرفع للجنة الوزارية بالالتزامات التي على المواطنين. هناك ربط مع شركة سيما، هناك ربط مع البنك التنمية الصناعي، البنك التنمية العقاري، مع بنك التنمية الاجتماعية. كل هالبيانات بإذن الله ستسلم للجنة الوزارية لدراستها والبت فيها بإذن الله. طيب.